السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي الطلبة، نرحب بكم بمدارس هبة الله. سنتعلم اليوم تنسيق الجداول في برمجية باوربوينت. تنسيق الجداول: تستخدم الجداول لترتيب المعلومات في صفوف وأعمدة ليسهل التعامل معها. في هذا الدرس سوف نتعلم كيفية تنسيق الجداول في برمجية العروض التقديمية، كتغيير ألوان الحدود والخلفية، وذلك من أجل جذب الانتباه ولإطفاء عنصر التشويق والمتعة. أولاً، حدود الخلايا. كما تعلمنا سابقاً، يتكون الجدول من مجموعة من الصفوف والأعمدة، ويسمى التقاء الصف مع العمود بالخلية. الآن، لتغيير تنسيق حدود الخلايا، ننظر النشاط التالي. فتح برمجية العروض التقديمية، ثم ندرج الجدول في منطقة المحتوى، ثم نحدد الخلايا المراد تنسيقها، ثم نفتح تبويب تصميم ونختر أداة لون القلم Pen Color، ثم نختر لون الحدود الذي نرغب به. انظر عزيزي الطالب، ننقر على السهم المجاور لأداة الحدود Borders، ونختار من القائمة شكل الحدود الذي نرغب به. نستطيع رسم الحدود بطريقة يدوية كما يظهر في النشاط. انتهت الحصة ويعطيكم العافية.